الخبر اللي بعده، الاهلي يهنئ الوداد المغربي بذكرى تاسيسه ال 84. نادي الوداد المغربي احد اعرق الانديه في المغرب وفي الوطن العربي وفي افريقيا. النادي الاهلي حرص على تهنئته من خلال الحساب الرسمي للنادي الاهلي على تويتر، واللي قال فيه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب: يتقدم بخالص التهاني لنادي الوداد المغربي الشقيق بمناسبه ذكرى تاسيسه ال 84، متمنيين له دوام التقدم والازدهار. ودايما الاهلي بيكون حريص على العلاقات المميزه ما بينه وما بين مختلف الانديه في القاره الافريقيه، وده من الملفات المهمه جدا اللي بيهتم بها النادي الاهلي. كل سنه واشقانا في المغرب وداد الامه، كل سنه وانتم طيبين. 84 سنه على الانشاء والتاسيس، ان شاء الله نحتفل معاكم بمرور 100 سنه. الاهلي علاقاته قويه بنادي الرجاء العالمي بالتاكيد، ايضا كمان وداد الامه نادي الوداد المغربي، وتهنئه بالتاكيد للاستاذ سعيد النصير رئيس نادي الوداد وكل الاشقاء سواء اعلاميين صحفيين جمهور كل الوينرز بالتاكيد، كمان الاطار الفني والاداري عندهم جماهير كبيره قوي. ما لهمش حل. انت اكيد حضرت برضو، انا حضرت ماتشين هناك أكيد. قدام الوداد جمهور فظيع، بس مش زي جمهور الاهلي، اقوى طبعا جمهور الاهلي. طيب لكن